وقتها بتذكر هيدي اللزقه، ما هيك دخليك مين كانت بتحبه؟ بتحبه لعبده، هاي عبده كانت بتحب عبده. فدايما بقول له انه جورج ساعدني، وجورج استاذ يعني انا عامله معه مسرحيتين، على المسرح تتعلمي منه كثير، لانه مش مستحيل هالكاريزما اللي الله عطيه اياها كثير صعب توقفي بوجهه وتضلوا الناس عم يطلعوا فيك، لانه جورج حدا بيسحر الناس. شو اكثر شيء بتحبيه بالمسرح وما بتلاقيه بالتي في؟ العفويه اللي بنمثل فيها، اوقات بنضحك عن جد، اوقات بيكون مثلا صاير معك موقف تنسي دورك، حدا بيذكرك، جورج اوقات بيضحك بعيط علينا اوقات، هالعيله اللي بنعيشها ورا الكوليس وهالاجواء الحلوه يلي بتنخلق ما فيك تعيشيها بالتلفزيون، التلفزيون مثل علق هيك معلب مشاهد مونتاج، بالمسرح انت ملكه يعني بتحسي عندك حريه، ناس دغري بتعطيك علامتك اذا نجحتي او لا. حلو جو المسرح كثير، نحن درسنا مسرح اصلا. دورك كنا عم نحكي عنه قبل للموت، خبريني قد ايه كان صعب تعملي هيدا الدور؟ حسيتي يعني صعب كثير؟ صعب لانه اول شيء فيليب اسمر انا عندي كلهم بيعرفوا انه عندي نقطة ضعف تجاهه، يعني إذا بيجي فيليب وبيقول لي فيفيان في مشهد، مثل ما إجا بديع عمل ثلاث مشاهد ما بعرف، إذا فيليب بيقلنا في مشهد نحن بنقول له أكيد نحن معك، لأنه نحن بنعرف إنه قد ايه بتطلعي أنت بطريقة بروفيشنال واللايقة. للموت كان صعوبة الدور لأنه كان مسكر عيني وعيني الثانية ربعة، فكنت أقول له حرام عليك أنا كيف بدي أمثل، يعني هيدي اللي كانت الصعوبة عندي. جربت أشتغل بالصوت والبادي لانجويج أكتر لأنه الممثل بيتكل على عيونه، هي هاي الفكرة. فيفيان نحن قربنا شوي على الآخر لأنه نحن عندك هلأ أنت كور وشلناك من الكور، هيدي آخر باتي بأول أكسس، نحن مبسوطين أنه نحن من الأوائل يلي جينا لعندك على استوديو. مبروك استوديو. قديه بدأ قوي واحد بهيدا الوضع يعمل استوديو؟ إيه يعني أصلاً هيدي بناية بي وبناية تركناها من زمان كتير وأجرناها، ولما فتت لهون كان يعني المنظر مخيف، بس قلت أنا بدي أعمل استوديو، كلهم استغربوا، يعني أنا هيدا البيت كان لستي، فعندي نوستالجي للمحل مثل ما عندي نوستالجي للحي وللجيران، وكتير مبسوطة أني عم صور بالحي الشعبي يلي أنا ربيت فيه. تحدي ايه يعني كلفتني شوي، بس انه كان عندي حلم انه يكون عندي محل لو صغير لتلميذه تنحلم حلم كبير. فيفيان بتقولي معقول شي نهار اولادك يكونوا تلميذك هون؟ انا بعلم اولاد، بشتغل مع ناس سبيشال كيس، بنعلمهم كيف يمثلوا، هن ناس عندهم اوقات مشاكل بالنطق، اوقات ابيليبسي. يعني قد ايه التمثيل ثيرابي بتحسيه؟ ما هن هول الناس بيشتغلوا معي ليرتاحوا، وكنت جيب اولادي يمثلوا معهم، وتعودوا اولادي على انه كيف بعلم الاولاد، مشان هيك هن طلعوا كلهم بحبوا التمثيل، واكيد بعلمهم يعني اكيد. اي متى بلشتي الورك شوب اكتينج تعمليهم؟ انا لي عاش اكثر 15 سنه بعلم، بس انا كنت اعطي يعني تروحي لعند روح لعند التلاميذ، او كنت استاجر بنادي رياضي اعمل جروب ونمثل، وعفوقه في تلاميذ كثير صاروا ممثلين، يعني انا كنت اعلمهم وهيك بنبسط فيهم انه بلشوا وانطلقوا هيك. بس اذا بدك انا هلا من شهرين بلشت انه اشتغل بلوكيشن لإلي. كم مره بالجمعه انت عندك؟ انت اللي اذا بدي فول في فول كل يوم كثر خير الله، يعني تلاميذ كثير على ليست داتونت عندي كثير، وعندي كثير اولاد ناطريني، بس انا يعني ناطره بس للوقت المناسب، لانه خيفاني انه الاستوديو تبعي يحرمني من احلى شيء بعمله انه هو ممثل. عم بترك 3 ايام بالجمعه ستاند باي بس يجيني مسلسل، هي الفكره. بس انا اذا بدي يعني اشتغل بهال افتح مدرسه انه بس بقدر كل يوم اعلم، كتر خير الله تلاميذ كثير، وبشكرهم، بشكر كمان الاهل لثقتهم فيي، وبشكر الناس البروفيشنال اللي جايين يتعلموا عندي، بنشتغل على ادوارهم. التلاميذ اللي بتمرنيهم يعني بتحسي بعدين بتعملوا مسرحيات بعدين؟ يعني في مثلا اعتبري انت عندك هلا جروب صبايا، بعدين بتاخديهم على مسرح بيشوفوا كيف واحد بيمثل، كيف بيعمل مسرحيه، او اذا عندك انت شيء شغل او شيء هيدا؟ لا، التلاميذ اللي انا بمرنهم كل كاستنج وكل علاقاتي انا مع كل شركات الانتاج اتليست ببعتهم يعملوا كاستنج. واوقات اذا كتبت ولقيت، انا دائما بقول لهم للتلاميذ اذا لقيت
من التلاميذ حدا بيلبق له هالدور اكيد بكون عم بعطي تشانس لتلاميذي، بس انا ما بحطها بانه كلكم رح تمثلوا اكيد لا. يلا هلا بنقوم على الكورت يلا بنجرب معي يلا اي اي انا بجي بشوف شو عم تعملوا. دو تروا توب جوال وعطيتك بيتي حرام كمان وبيتي اسرع لا كثير صعب ما حدا بيتجوز بناتي يا حبلا بتخلي بيتي خلص خلصت الدنيا من شره فيكم هيك قتل قتل اوكي هلا اكيد كثير منيح كاول مره نحنا ليفل زيرو هلا يعني هن ناس ما انهم دارسين حبوا انه يجوا يرتاحوا كلهم جداد كل واحد بدومين وانا كثير فخوره فيهم لانه يعني كل في انفيرمير في كل واحد بدومين كل واحد دومينه ما خصه بالتمثيل ما خصه وبلشنا عم نشتغل على مشهد هلا اكيد بعد بده شغل كثير بس انه حبينا نعطيكم فكره عن شغلنا هيك شوي شوي يعطيكم العافيه صبايا ميرسي لكم الله يرحمه ولا يردوا الله لا يردوا ميرسي عنجد ميرسي فيبيان انا بدي اشكرك على هيك الصف الصغير وقت اللي بدك تجي بتحضري معنا وبترتاحي عن جد عن جد بترتاحي لانه بتصور كل واحد كل واحد عايز كل واحد عنده